السلام عليكم أعزائي الطلبة. موضوعنا في مادة الماس ترانسفير أوبريشن هو Introduction of Diffusion، يلقيها عليكم الدكتور عامر عزيز في محاضرة الأولى من جزئها الأول. Classification of Unit Operation، يتم تقسيم الـ Unit Operation إلى نوعين وحسب نوع العملية أو نوع الانتقال. نوع العملية هو يكون الـ process type without chemical reaction or with chemical reaction. If we have without chemical reaction, the unit operation such as distillation and absorption. And for with chemical reaction, we have oxidation and nitration. If the type of a transfer, there is three types of transfer in the chemical engineering, which are mass transfer, heat transfer, moment transfer. Now we have mass transfer and diffusion. موضوعنا هو عبارة عن عملية الانتقال والانتشار. تحدث عملية الانتقال والانتشار من طور إلى آخر، أو يحدث من عن طريق في حالة إذا كان عندنا طور واحد. الميكانيكية الأساسية اللي تحدث هي نفسها، عادة تكون في أي نوع من أنواع الأطوار، سواء كان عندنا طور غازي أو سائل أو صلب. Rate of transfer process يعني معدل عملية الانتقال تحدث، هي عبارة مثل ما تلاحظ القانون هو the driving force على resistance. Driving force على resistance. هذا القانون الموجود هنا قدامنا، هذا القانون يطبق في لثلاث أنواع من عمليات الانتقال، سواء كان عندنا mass transfer أو heat transfer أو momentum transfer. بس كل نوع من عمليات الانتقال القانون حيكون عنده شكل معين. الشكل هنا الأساسي إذا حولناه على شكل وحدات أو حولناه على شكل رموز، لبساي يساوي ناقصا سيجما dx over dy. في حالة هسه راح، هذا هو القانون العام، راح نحوله إلى ثلاث أنواع من الترانسفير، ثلاث أنواع من الانتقال. لبساي هنا حيكون في حالة الماس ترانسفير، في حالة الماس ترانسفير لبساي يتحول إلى Na equal to minus DAP multiply DCA over DZ. يعني هذا القانون الـ Na يساوي لنا minus DAP مضروب في DCA over DZ. هذا يستخدم بالماس ترانسفير، ويدعى هذا القانون بالفيكس لو. هذا القانون هسه راح ناخذه بالتفصيل الممل اللي هو مستقبلا. في حالة إذا كان عندنا heat transfer، قانون الماس ترانسفير يتحول، اللي هو الفيكس لو، يتحول إلى فررز لو، اللي هو لبساي equal to Q equal minus K dT over dZ. أما في حالة عندنا momentum transfer اللي يدعى بالنيوتنز لو، تاو يساوي equal to minus mu U over dz. هذا هو القانون التابع للنيوتنيان لو. لاحظ طلاب بهذا السلايد انه subjects to be studied are، اللي نحاول راح نغطي المواضيع خلال هذا الكورس فقط اللي هي النقطة الأولى. إن شاء الله نغطي بالكورس الثاني بقية النقاط. راح نغطي بهذا الكورس الأول اللي هو موضوع الديفيوجن، حيكون steady state and unsteady state. كل حالة من هذه الحالات تكون binary system وmulti component، وكل هذه الحالات في حالة ثلاث أطوار gas liquid solid. يعني في هذا الفصل فقط راح نأخذ الديفيوجن بصورة كاملة، أما الفصل الثاني راح نأخذ النقاط رقم 2 3 4 وإن شاء الله نوصل إلى الخمسة. طلاب في هذا السلايد راح نبدي في موضوع الديفيوجن اللي هو الانتشار.
كمصطلح ديفيوجن هو يعني الانتشار اللي يحدث عادة، هي عملية انتقال الجزيئات من التراكيز العالية إلى التراكيز الواطية. هذا هو اللي هو مفهوم الانتشار. الديفيوجن عادة يحدث، هذا اللي نلاحظ هنا، الديفيوجن عادة يحدث عن طريق وسطين. الوسط الأول يدعى بالستاجنت ميديا اللي هو الوسط الثابت، الوسط يكون حركته جدا قليلة. هذا النوع من الديفيوجن يدعى بالموليكولر ديفيوجن. هذا النوع يدعى بالموليكولر ديفيوجن. النوع الثاني من الانتشار يحدث في حالة إذا كانت الميديا، كان الوسط اللي دا يصير فيه انتشار، هذا هو التيربلنت، يدعى بالتيربلنت ديفيوجن، تيربلنت ميديا. هذا يحدث في حالة إذا كانت الميديا اللي تتحرك به المادة تنتشر في حالة حركة كلش عالية، راح يدعى هذا الانتشار بالإدي أور تيربلنت ديفيوجن، إدي أور تيربلنت ديفيوجن. أهم أذني النوعين من الانتشار عادة يكون أهم واحد من عدهن هو النوع الأول اللي هو الستاجننت ديفيوجن. النوع الأول هو يكون أهم من النوع الثاني اللي يدعى بالمولكولر ديفيوجن. ليش هو يكون أهم؟ لأنه عادة راح تبين كل الظواهر اللي نقدر ندرس بها ميكانيكية عملية الانتشار. الوسط اللي يحدث بالمولكولر ديفيوجن عادة هو اللي يكون عادة الوسط هو يكون لامينر، يعني جدا هادئ، أو استاجننت يعني ثابت نهائيا، ما يتحرك الوسط. نجي هسه نعرف هو شنو الميوكلر ديفيوجن. كديفيوجن هي عملية مثل ما قلنا انتقال الجزيئات ذات التراكيز العالية إلى الوسط ذات التراكيز الواطئة. هذه الظاهرة تحدث عادة بالديفيوجن بطريقة الموليكولر ديفيوجن. في حالة إذا كانت الميديا ستاجنت راح يكون دراسة ميكانيكية عملية الانتشار أفضل في حالة النوع الثاني اللي هي التيربلنت ديفيوجن. وبالتالي كل التفسيرات اللي حثت والدراسات هي تعتمد على هذا النوع من أنواع الانتشار اللي هو الستاجننت ميديا اللي يدعى بالموليكولر ديفيوجن. The rate of molecular diffusion is connected with. هنا يقصد معدل الانتشار الجزيئي مرتبط بشنو، أو شنو اللي هو يتأثر ويحدث عملية الانتشار. اولا اللي هو molecular velocity اللي هي سرعة الجزيئات. ثانيا اللي هي concentration difference اللي تدعى بالdriving or potential force اللي هي اختلاف بالتراكز. فهنا نلاحظ من اذن العاملين الاثنين اللي تأثر على الانتشار، فراح ندرس مصطلحات طلاب تفيدنا مستقبلا، راح نلاحظها بدراستنا خلال الملاحظات القادمة، اللي هي الكونستريشن، وشنو عندنا هذا الكونستريشن، والفيلوسيتي، وشي يدعى بالفلكس. الكونستريشن احنا كنا نعرف هو شنو الكونستريشن اللي هو التراكيز ماخذيها بالسنوات السابقة، وايضا نعرف بالفيلوسيتي، وبقالنا فقط الفلكس اللي هو معدل الانتشار. فراح نبدي هسه اول شيء راح نبدي بالكونستريشن. الكونستريشن عادة احنا نعرفه هو التركيز. عادة بالماس ترانسفير اكو نوعين صيغتين للكونستريشن. الصيغة الاولى تدعى بالماس كونستريشن. الماس كونستريشن هذا الماس كونستريشن اللي هو سابقا يدعى بالرو. فهنا عندنا نوعين، عندنا رو اي وعندنا رو. الرو اي هنا يقصد بالماس كونستريشن اللي اقصد به اللي هو الكونستريشن للمركب الواحد. الكونستريشن للمركب الواحد يدعى بالماس كونستريشن وحداته كيلوغرام على متر تكعيب. اما من اقول فقط رو بدون الاي، هنا يدعى بالتوتال كونستريشن، توتال ماس كونستريشن الدنسيتي اللي هو مجموع الكتلة الخليط مالتنا، ايضا هو وحداته كيلوغرام على متر تكعيب. هذا اطلع التوتال ماس كونستريشن عادة عبارة عن حاصل جمع الماس كونستريشن لكل مركب. انا عندي خليط من ثلاث مركبات، شلون اطلع مالتهم الماس كونستريشن؟ عبارة عن حاصل جمع الماس كونستريشن لكل مركب. اوكي طلاب، اذا اريد اطلع يدعى بالماس فراكشن.
هذا الخط اللي خليت عليه الماس فراكشن. هذا الماس فراكشن طلاب هو شنو؟ هو WI. WI عبارة مثل ما، لأنه قلت ماس فراكشن، كلمة فراكشن هو جزء على كل، معناتها أقصد بيها الماس كونستريشن للعنصر الواحد على التوتال كونستريشن. الماس كونستريشن للعنصر الواحد على التوتال كونستريشن، وعادة يكون حاصل جمعها هو قيمته واحد. الفراكشن عادة من أريد أجمع الفراكشن لكل العناصر، فمن أجمعهن هو يطلع دائما قيمته واحد. قيمته شنو؟ واحد. هذا هو الماس كونستريشن. أجي على النوع الثاني من الكونستريشن اللي إحنا نعرفه سابقا، اللي هو مولر كونستريشن، يدعى بالمولر كونستريشن. المولر كونستريشن اللي موجود هنا قدامنا اللي هو سي اي، اللي هو عادة كيلو مول على متر تكعيب، اللي هو نفسه للعنصر الواحد. من أقول التوتال مولر كونستريشن أيضا وحداته كيلو مول على متر تكعيب، هو عبارة عن حاصل جمع المولر كونستريشن لكل عنصر. من أطلع الفراكشن للمولر كونستريشن هنا رمزه XI، معناتها المولر كونستريشن لكل عنصر على التوتال مولر كونستريشن للخليط. أيضا إذا أجمع الـ XI أيضا حيكون قيمته واحد لأنه هو فراكشن. أوكي، عندنا أريد أسوي فد شي يسموها فد مراجعة بسيطة جدا، اللي هو الغاز مولر فراكشن والليكويد مولر فراكشن. الغاز مولر فراكشن هو فراكشن، بنقول غاز مول فراكشن. غاز مول فراكشن اللي هو الواي اي، بعطول للغاز اخلي له الفراكشن مالته واي اي، عاده عباره عن حاصل قسمه شنو؟ البارشل بريشر لكل غاز على التوتال بريشر. بنقول المول فراكشن كغاز ارمز له للواي، هذا للفراكشن. شنو قانونه؟ بي اي على بي، البارشل بريشر للغاز على التوتال بريشر. هذا للغاز. من اقول للليكويد، هو عباره الليكويد مول فراكشن، ما طول الليكويد راح ارمز له اكس اي. ارمز له اكس اي هو عباره عن حاصل قسمه المولر كونستريشن للعنصر الواحد على التوتال مولر كونستريشن. هذا بالنسبه للليكويد، يرمزوا له للفراكشن هو اكس اي. هذا بالنسبة للكونستريشن. نيجي على المصطلح الثاني اللي هو الماس افريج فيلوسيتي، اللي اقصد بها الفيلوسيتي. عندنا الماس افريج فيلوسيتي اللي دا لحظة هذا هو القانون مالته، اللي هو يو يساوينا واحد على رو مضروب في حاصل جمع حاصل ضرب رو اي في يو اي، يعني حاصل جمع حاصل ضرب كل العناصر المتكون منها الخليط، الكثافة مالتها اللي هي هي مو كثافة، هي نسميها بالماس كونستريشن، في سرعة كل عنصر، كل جزيئة العناصر. ال U يساوينا واحد على رو سوميشن رو في ال U لكل عنصر. ليش خلينا هنا رو؟ لأنه عنواننا هو ماس average velocity، لأنه سابقا من قلنا الرو هنا، شوفوا هذا الرو هو شنو؟ mass concentration. من أجي أطلع للvelocity، من أقول mass average velocity، هو معناته تابع علما للmass concentration، فالvelocity مالته يأخذ الرو. هذا هو قانونه. من أقول هنا لي جوا المولر average velocity، المولر افريج فيلوسيتي ايضا فيلوسيتي، بس المن تابع للمولر. المولر هو من هو؟ اللي هو السي، تابع للسي. فاذا اليو شح يكون هنا قانون هذا اليو شي يساوي لنا نفس القانون السابق اعلاه، ولكن كل رو ينشال عنه ويوضع عنه سي، على مود يكون يتحول الى مولر افريج فيلوسيتي. اذا من اريد اطلع الماس افريج فيلوسيتي استخدم هذا القانون. من اريد اطلع المولر افريج فيلوسيتي استخدم هذا القانون.
هذا. فهذا عرفنا الفرق من أقول mass average velocity عن molar average velocity. أوكي؟ نيجي هنا أكو قانونين. هذا هنا هو شنو الفيلوسيتي لكل عنصر. أقدر أستخدم هذا القانون، هذا في حالة للعنصر الواحد أستخدمه، هذا سرعة العنصر الواحد وهذا سرعة الخليط. إذا القانون الأول، القانون الأول هذا، هذا سرعة العنصر الواحد. شو يساوينا؟ يساوينا ni capital ni على ci. شنو هذا الكابيتال ان اي؟ هذا الكابيتال ان اي هذا هو الفلكس اللي قلت لكم عليه، هذا الفوق الفلكس اللي قلت لكم عليه. فالان اي هو الفلكس، والسي اي احنا نعرف السي اي هو شنو. السي اي اخذناه هذيك الساعه اللي هو المولر كونستريشن. اذا سرعه العنصر الواحد هو الفلكس على الكونسنتريشن لذلك العنصر، فقط تابع القانون للعنصر اللي أنا أريد أطلع السرعة مادة. بس من أريد أطلع هسه، من أريد أطلع السرعة مال الخليط، إيش راح أسوي هسه؟ هذا هو القانون مادة، هذا مال الخليط عبارة عن شنو؟ عبارة عن سرعة الخليط شي يساوي لنا الفلكس مال الخليط اللي هو N total على ال total molar concentration اللي هو C total. إذا من أريد أطلع الخليط أستخدم total، فإذا سرعة الخليط يساوي لنا الفلكس مال الخليط على ال molar concentration لذلك الخليط. هذا هو أقدر اللي هي الماس الفيلوسيتي العفو، سواء كان عندنا ماس فيلوسيتي او مولر فيلوسيتي. هنا نلاحظ بانه لحساب سرعه انتشار العنصر خلال الانتشار اللي هو مرتبط ويا من؟ ويا الماس افريج فيلوسيتي. نلاحظ القانون اللي موجود هنا قدامنا بانه سرعه العنصر خلال الانتشار يساوي عبارة عن حاصل طرح اللي هو سرعة العنصر نطرحها من عنده المولر افريج فيلوسيتي. هذا هو في حالة إذا نريد نجد سرعة العنصر خلال الانتشار. هذا هو القانون اللي يتوضح قدامنا. المصطلح الثالث اللي هسه من أهم المصطلحات اللي أخذناها هو عندنا اللي هو الفلكس. هذا الفلكس، الفلكس هو هنا التعريف العلمي للفلكس هو عبارة عن شنو؟ هو عبارة عن المعدل الصافي للعنصر اللي موجود خلال الموجود في الخليط اللي ينتشر خلال وحدة مساحة في وحدة زمن. إذا تعريفه هو شنو؟ هو المعدل، معدل الصافي للعنصر اللي موجود ضمن خليط اللي يمر خلال وحدة مساحة في وحدة زمن. يعني هنا دا يقول لك ايش قد ينتشر عندي هذا العنصر خلال وحدة المساحة في زمن معين. وحداتها عادة يكون كيلوغرام على متر تربيع في سكند، أو بدال الكيلوغرام يكون كيلو مول على متر تربيع في سكند. إذا من الوحدات الموجود عندنا أيضا عندي كيلوغرام وعندي شنو؟ كيلو مول. فإذا معناتها الفلكس أيضا حيكون عندي نوعين من الفلكس، عندي الماس فلكس وعندي المولر فلكس. الماس فلكس النوع الأول اللي هو ياخذ مثل ما أخذنا بالكونستريشن والفيلوسيتي أخذ الرو، والمولر فلكس ياخذ السي، ياخذ السي. فاذا النوع الاول هو الماس فلكس، النوع الاول هو الماس فلكس. عندنا ثلاث قوانين نقدر نستخدمها لايجاد الفلكس بس برموز مختلفه، بس برموز مختلفه. النوع الاول هو relative to stationary observer اللي هو الان اي اللي هو الفلكس يساوي لنا رو اي في يو اي. الان اي يساوي لنا رو اي في
اليو اي. النوع الثاني relative to an absorber moving with mass average velocity اللي هو ال I يساوينا رو I مضروب في ال driving force اللي أقصد به الفرق بين السرعتين بين ال UI ناقصا ال U. النوع الثالث relative to an absorber moving with molar average velocity ال JI يساوينا رو I مضروب في ال driving force of velocity اللي أقصد به مثل ما قلت الفرق بين السرعة اللي هو ال UI ناقصا ال U. احنا نعرف بين ثلاث انواع ظهر لنا شنو ال NI بالنوع الثاني، ظهر ال II بالنوع الثالث، ظهر ال JI. النوع الاول NI، النوع الثاني II، النوع الثالث JI. هي ثلاثة اذني هو فلاكس، بس تدعى بيش بالماس فلاكس. النوع الأول الـ Ni يساوي لنا الـ Ri في الـ Ui، الـ Ri في الـ Ui، الـ Ro هو مثل ما قلنا mass concentration للعنصر الواحد في الـ Ui اللي هو شنو الـ velocity مالته كـ mass average velocity أو اللي هو سرعة العنصر. النوع الثاني الـ Ii يساوي لنا الـ Ri مثل ما قلنا الـ mass concentration مضروب في فرق اللي هو الـ UI اللي هو سرعة العنصر ناقصاً الـ Mass Average Velocity. النوع الثالث نفس الحالة JI يساوي لنا الـ Ri الـ Mass Concentration بيش مضروب في الـ Driving Force. الـ UI هو سرعة العنصر ناقصاً الـ Mass Average Velocity. هاي ثلاث أنواع بالماس فلاكس، ثلاثة هو يعطيني الفلاكس بس حسب كل واحد وحالته. بعدين إن شاء الله مستقبلاً راح نعلمكم شلون نستخدمه. هذا النوع الأول يدعى مثل ما قلنا الـ A هو الماس فلاكس، الـ B هو شنو عندي؟ المولار فلاكس، الـ B هو عندي المولار فلاكس، هذا الـ B. نيجي على الـ B المولار فلاكس، المولار فلاكس أيضاً عندي ثلاث أنواع، اللي هو الـ Ni، الـ capital II، الـ JI. هو نفس الرموز بس هناك أخذناها بالماس فلاكس، رجعوا للماس فلاكس شوفوا الرموز مالتها small letter، بالمولار فلاكس أخذناها على مود نفرق بها صارت capital letter. المولار فلاكس الـ Ni capital شي يساوي لنا CI مضروب في الـ UI، نفس الشيء بدل الماس concentration راح يتحول إلى مولار concentration ومضروب في السرعة. النوع الثاني الكابيتال اي اي يساوي لنا سي اي مضروب في الدرايفنج فورس اليو اي ناقصا اليو، نفس الحالة. النوع الثالث السي اي مضروب في الدرايفنج فورس اليو اي ناقصا اليو. شوف المولر فلاكس هو نفسه مشابها للماس فلاكس بالحالة الأولى الاي ماس فلاكس، نفس القوانين الثلاثة نزلت نفسها، بس كل رو كل ماس كونستريشن حولناه بالمولر فلكس الى مولر كونستريشن الى السي. فهي ثلاث قوانين الموجوده بالحاله الاولى اي هي نفسها ثلاث قوانين بالحاله بي، بس اذاك يدعى بالماس فلكس بما انه يدعى بالماس فلكس فياخذ رمز الرو، بالحاله الثانيه يدعى بالمولر فلكس راح ياخذ رمز السي. هاي ثلاث قوانين او الست قوانين بصوره جامعه راح نستخدمها لإيجاد الفلكس، بس كل واحد وحسب حالته طلاب طبعا هذا الجزء من المحاضرة هي جزء تعريفي على الديفيوجن. راح ندخل إن شاء الله بالجزء الثاني من المحاضرة الأولى بمفهوم الديفيوجن والميكانيكا اللي تصير به. فإن شاء الله لازم تكون عندكم معرفة مبدئية قبل ما ندخل بالجزء الثاني، وإن شاء الله يبارك الله فيكم وننهي الجزء الأول من المحاضرة الأولى، والسلام عليكم.